الإخبارية، ومعنا على الهاتف للتعليق على أخبارنا الأستاذ سعيد الشحات مدير تحرير جريدة اليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ سعيد. خلينا نبتدي بجريدة الأهرام، والحقيقة في الصفحة الأولى: قمة مصرية سودانية اليوم، والسيسي والبشير يبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. يعني هنا السؤال، وهي أيضا يعني البعض وصف هذه الزيارة بالاستثنائية، هل حضرتك تعتقد أن هذه الزيارة السودانية اليوم ستعمل على حل نقاط الخلاف اللي طبعا تبلورت في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تصريحات البشير حول حلايب وشلاتين أن هي سودانية؟ تفضل يا فندم. يعني هي زيارة فعلا ينطبق عليها وصف الاستثنائية، أنا أرى أنها بالفعل ذلك، لأن السودان بالنسبة لمصر ندرك جميعا أهميتها، هي الظهير الأمني بالنسبة لمصر، هي مرتبطة بمصر في قضية سد النهضة، ومرتبطة بمصر في قضايا أخرى، ويأتي في ذلك الكلام الذي أشير حول حلايب وشلاتين. احنا شفنا الرئيس السوداني صرح من فترة قال ان هي الارض دي سودانية، لكنه قال ان يعني لو اضطر يلجأ الى التحكيم الدولي، بغض النظر عن الكلام ده يعني كان دقيقا 100% او غير دقيق، هو ما بين الحين والاخر بتأتي كلمات من يعني على هذا المستوى من اطراف سودانية تتحدث عن حلايب وشلاتين. هي يعني احنا لا نريد ان نعرف بمثابه يعني مسمار في العلاقه ما بين مصر والسودان. هذه الارض هي ارض مصريه حسناها، والتفاهم حولها ياتي في سياق المباحثات ما بين الطرفين. نحن لا نريد باي حال من الاحوال أن تتحول هذه المسألة إلى عراق، ولا تتحول إلى حتى تحكيم دولي وما إلى ذلك، في وعبر التفاهم لابد أن يتم تسويتها. طيب بخصوص سد النهضة يا فندم، بما أن احنا يعني اتكلمنا عن سد النهضة، طبعا أنا عايز أعرف من حضرتك من وجهة نظرك ما هي مستقبل العلاقات بين مصر والسودان، خصوصا بعد طبعا يعني أن نظام البشير كان إلى حد كبير عنده أمل أيام حكم الجماعة الإرهابية بإنهاء هذه المشاكل، وطبعا قادت عليه ثورة 30/6. يعني هو بالنسبة لي قضية سد النهضة احنا بنشوف وجهة نظر سودانية ربما تختلف عن وجهة النظر المصرية. السودان في الفترة الأخيرة تتحدث عن ان سد النهضة هو يفيدها في مسألة الكهرباء واشياء اخرى. وجهة النظر المصرية احنا عارفين ان هي يعني تنطلق من ان هو سد بناه في بوجهة النظر الأسيوية فسيرتب اضرارا على مصر. احنا يعني باي طريقه نريد ان وجهه النظر السودانيه ازاي تنجذب الى وجهه النظر المصريه، ان الاثنين سيكونوا يعني هو اما ان مصر تبقى لوحدها والسودان تبقى لوحدها، ده امر بيضعف الموقف المصري في اي مباحثات بالنسبه لسد النهضه. تعزيز العلاقات وتنميتها ما بين الطرفين مصر والسودان مؤكد ان هو يعني هيؤدي الى حفر قناه في التفاهم ما بين الطرفين في مساله سد النهضه، واحنا عارفين ان في جهود مصريه لمحاوله احتواء الازمه بطرق او باخرى في اجتماعات بتتم على مستوى اللجان الثلاثيه والاطراف المصريه السودانيه الاسيويه واطراف اخرى في دول الحوض. نتمنى يعني في النهايه ان هي تصب في المصلحه المصريه بشكل يعني لا يتم التفريط فيها باي حال من الاحوال. تمام. طيب ننتقل الى خبر اخر وغضب شعبي ورسمي من موقف مركز كارتر. طبعا اعلن مركز كارتر مؤخرا اغلاق فرعه في مصر. تعليق حضرتك على هذا الخبر ايه؟ يعني انا مش عايز يعني اتعامل مع المساله بحزبة الضد او مع، بمعنى اني اصب لعناتي على المركز لان هو مشي، او اقول خير وبركه ان هو مشي او ما الى ذلك. احنا يا جماعه يعني احنا موجودين في وسط بيئه دوليه لابد ان احنا نتعامل معاها طبعا المصلحه المصريه اولا، وفي نفس الوقت التفاهم حول بعض المشاكل التي قد تعوق عمل هذه المراكز.
مركز طرطر هو معروف ان هو بيراقب الانتخابات، هو له قبل كده يعني هم قالوا ان ممكن لان الانتخابات مش هتكون فيها الشفافيه وان هم معترضين وان في مش يعني كلام من هذا القبيل وتم اغلاقه، هل صح ان احنا نتجاهل مثل هذه المواقف او التصرفات ولا المفروض ان احنا نعلق عليها بشكل او باخر؟ لا انا مش 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 يعني مش من اصحاب وجهه النظر التجاهل، بمعنى يعني يتقفل ويروح زي ما هو عايز يروح وخلاص. يعني احنا في النهايه احنا في النهايه في وسط بيئه دوليه فيها مركز كارتر وفيها مراكز اخرى، وانا بتكلم على ان ازاي نتعامل مع هذه المراكز وفقا لمقتضيات مصلحه الامن القومي المصري ووفقا للمصلحه الداخليه، لكن هذا لا يقودنا في نفس الوقت الى ان احنا بالضبط والمفتاح على هذه المراكز. اذا كانت هي بتتكلم على مشاكل بيروقراطيه فلنتعامل معها ونراها، اذا كانت هي بتتكلم على مشاكل سياسيه فلنتحاور معها في هذا الشان. لكن فكره التجاهل هي مؤكد بتؤدي الى بترتب سمعه دوليه في وسط المجتمعات المدنيه في الخارج في المجتمعات الغربيه. احنا طيب. دلوقتي حققنا كثيرا من التقدم في هذا المجال في الدول التي كانت لها مآخذ على ثورة 30 يونيو، خلاص احنا اتجهنا هذه المرحلة وبالتالي امامنا مرحلة اخرى وهي مقابلة المجتمعات الغربية عبر المؤسسات التي تستطيع ان هي تؤثر فيها. طيب هل علينا تحديدا يا استاذ سعيد او يعني خلينا نقول هل على الحكومة المصرية ان هي تعمل اي تصرف علشان تطمئن العالم، مش الشعب المصري انا اقصد العالم يعني او الاخر زي ما بنقول، ان الانتخابات دي هتتم بنزاهة وبشفافية، هل على الحكومة هذا الواجب ولا مش مشكلة؟ لا الحكومة عليها الواجب، يعني نمرة واحد الحكومة اول واجب عليها في هذه المسألة ان هي تعلن تحديد الانتخابات، وبالتالي ده هيبقى نوع من انواع التطبيق الى التطبيق على كل الحجج اللي بيطرحها اللي تطرحها بعض الاطراف بان التسويف في موعد الانتخابات هو مقصود من الحكومه. احنا بنشوف كلام من هذا النوع بينطرح دلوقتي، وبالتالي احنا يعني ربما يكون بيأثر على بيؤثر على مصر في الخارج، وبالتالي الحكومه تواجه هذا الكلام ازاي؟ تقول والله انا قدامي اسبوعين ثلاثه علشان خاطر انتهي من حكايه تقسيم الدوائر وبعدها اعلن المواد الانتخابات. الحكومه حين تعلن عن مواعيد محدده تؤدي الى اقتراب موعد الانتخابات يبقى بتبطل كل الاسانيد التي او بتبطل كل الحجج التي ترددها بعض الاطراف اللي هي عايزه تشوه صوره مصر في الخارج. تمام. اذا الحكومه مطلوب منها نمره واحد تحدد موعد الانتخابات بقاطعة. هذا تمام. هو بعد ذلك بقى سياتي الكلام حوالين الشفافيه والكلام ده ياتي في مرحله لاحقه. طيب. في جريدة المصري اليوم مصر تتحدى الإرهاب، جنازات الشهداء تهتف ضد القتلة والألاف في السيد البدوي رغم التفجير، العمليات الإرهابية أستاذ سعيد يعني مستقبل هذه العمليات هي طبعا يعني أكيد قلت عن الأول، بس يعني هل سنستمر على هذا المنوال لفترة ولا إيه؟ حضرتك شايف أن دي يعني رموز لإيه بالظبط التفجيرات اللي كل شوية؟ احنا على كل الاحوال يعني في كلام حضرتك يعني انت حضرتك قلت كلام صحيح متعلق بان يعني العمليات بتقل بتخف يعني مش زي الاول. مؤكد ان هناك معالجه امنيه صارمه في هذا الامر، لكن يعني بطبيعه الحال بس يا فندم يعني انا اعتقد انا مش يعني لست خبيره في هذا، بس انا اعتقد ان حتى اذا كانت هذه العمليات قليله هي عباره عن منغصات تنقل بشكل معين لمن يريد ان يعني يرى هذه الصوره عن مصر. ده صحيح، يعني انا مش مختلف معاك في هذه القراءه. احنا شايفين الظروف الاقليميه المحيطه بينا، الاجواء اللي هي فيها السودان اللي فيها العراق اللي فيها ليبيا، اللي احنا مش يعني مصر لا يعني هي خارج السرب، هذا السرب بمعنى انه على الرغم من يعني الاوضاع في مصر اللي طبعا لا تقارن باي حال من الاحوال بمثل هذه الدول، ولكن ما بين الحين والاخر قد تسمع عمليه تنغص تذكر كذا كذا، لكن انا بقول ان نحن في الطريق الى انحصار هذه الموجه على المستوى الداخلي، كل ما يكون في معالجه امنيه صحيحه وصارمه
لهذه المسائل كل ما هي تختفي. لكن معنى ان تقف العمليه زي امبارح مثلا اللي هي المحاوله الرخيصه اللي حصلت في السيد البدوي من السيد البدوي او اي محاوله قادمه هي كلها نوع من انواع يعني طرق الروح يعني بالنسبه للارهاب. وانا يعني بهذه المناسبه عايز اؤكد على ان المعالجه الامنيه لابد ان يسندها معالجه سياسيه. ايه هي المعالجه السياسيه؟ ان احنا ندخل على الانتخابات يبقى في مناخ ديمقراطي مؤكد ان هذا المناخ السياسي الديمقراطي مع التجديدات الامنيه الاثنين بيوظفوا بعض صح في طريق القضاء على الارهاب. صحيح. طيب في نفس الجريدة أيضا جريدة المصري اليوم بدء شحن طائرات الأباتشي الأمريكية إلى مصر، مصدر رئاسية الوصول مطلع نوفمبر بعد انتهاء عمليات الصيانة المطلوبة. هنا يا فندم، هل تعتقد أن شحن الأباتشي هذه الأيام يشير إلى حدوث يعني شيء من التقدم أو التطور في العلاقات بين مصر وواشنطن؟ يعني تتاخد، هي تتاخد طبعا هذه القراءة أو هذا الحدث يتاخد في وسط القراءة حوالين تطور العلاقة المصرية الأمريكية. كل ما يعني المسألة بتاعت أباتشي احنا عارفين ان هم قبل كده كانوا أعلنوا عن تأجيلها علشان خاطر يعني كان ده في سياق موقف الإدارة الأمريكية المتذبذب من ناحية ثورة 30 يونيو. أما وأنها تعدل عن هذا وتقرر ارسال الطائرات في اول نوفمبر زي ما حضرتك بتقولي في الخبر يبقى معناها يعني اشاره الى تطور في العلاقه ما بين مصر وامريكا. وانا برضو برجع واقول ان هذه العلاقه ما هيش منصرفه عن كل التطورات الاقليميه اللي موجوده في المنطقه. طيب يا فندم معلش اسمح لي حضرتك، في يعني في سياق متصل في حملات اعلاميه كبيره جدا بتقوم بها وسائل الاعلام الامريكيه، بداتها صحيفه نيويورك تايمز انتقدت فيها النظام في مصر، كيف يعني ان احنا انتقدت فيها طبعا النظام والحكومه وحتى الانتخابات البرلمانيه القادمه، وبدات فعلا بصحيفه نيويورك تايمز وهي الصحيفه او الجريده الرسميه في الولايات المتحده. المفروض نرد احنا على هذه الهجمه ونرد ازاي؟ يعني الرد الاعلامي مطلوب، رد اعلامي في مثل هذه الصحف، لكن انا ليا وجهه نظر في هذه المساله مرتبطه بان الرد على الخارج يأتي من الداخل نفسه. الداخل نفسه بمعنى ايه؟ العالم هيتحدث حوالين ان الانتخابات البرلمانيه مش هتعقد. لا، احنا حين نؤكد ان هناك انتخابات برلمانيه قادمه ستتم في اليوم الفلاني والعلاني ومتوفر لها كل الضمانات، هذا هو الرد على الخارج. يعني احنا مش عايزين نتصور ان الامر ديالوج اعلامي، بمعنى ان نيويورك تايمز تكتب ضد مصر فحد يروح يرد عليهم في نفس الجريده. هذا الديالوج الاعلامي اذا لم يكن مستندا الى فعل سياسي على الارض متمثل في تكمله خريطه الطريق باجراء انتخابات برلمانيه ديمقراطيه وسليمه، يبقى الحملات الاعلاميه اللي علينا هتلاقي لها انها تستمر في الهجوم علينا. احنا محتاجين ان احنا نخاطب العالم باجراء سياسي وليس بخطاب اعلامي، وفقط الاجراء السياسي يتمثل في اجراء انتخابات، يتمثل في عداله القانون، يتمثل في كل الحاجات اللي قامت عليها ثوره 30 يونيو. تمام. في النهاردة كمان في جريدة اليوم السابع إلغاء شرط موافقة الداخلية من قانون التظاهر، حضرتك شايف ده ازاي يا فندم خصوصا بعد يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام بيتم دلوقتي في سياق محاولات معالجة قانون التظاهر. احنا عارفين ان هذا القانون هو موضع ده بالنسبة لكل القوى السياسية. ترى ان هذا حضرتك تعتقد ان ده هيحصل فعلا ويعني هل هذا القرار صح؟ انا اتوقع ان في خلال الفترة القادمة هيحصل معالجة لقانون التظاهر. هم عايزين يا فندم مطالبين بالغاء موافقة الداخلية، هل هذا صحيح في هذه الفترة؟ يعني ده حاجة مقترح من ضمن المقترحات. لاحظي احنا بنتكلم على قانون متكامل، هو هذا العنصر لما نبقى الغاء وزارة موافقة الداخلية، لكن القانون بيشمل على حاجات أخرى تضمن سلمية التظاهر وإن هي بتبقى في توقيت محدد وإن هي بتنصرف في توقيت محدد وإن هي لا تدمر أي منشآت ولا تعرقل
اي طرق ولا توقف اي طرق ولا تعرق لاي مصالح. احنا ما بننظر للقانون بننظر ليه كحزمه متكامله، ما جيش انا ابص على حكايه الداخليه ديت واقول كون ان هذا الامر هيتلغي اذا القانون اتفرغ من مضمونه. لا، انا احنا لو استمر، لان هو كان ده المشكله في القانون، هذه الجزئيه بالاضافه الى جزئيات اخرى. احنا دلوقتي بنتكلم على مجلس القومي للحقوق المفروض يقدم اقتراحات جيده وتحظى بتوافق سياسي بالنسبه للقانون، وهذا المجلس لا احد يشكك في نزاهته ولا احد يشكك في ان هو بيعمل ضد الامن القومي ولا ضد المصلحه العامه، وبالتالي الاخذ بمقترحات المجلس القومي لحقوق الانسان هي ستؤدي الى توافق ورضا عام بين كل القوى السياسيه. تمام. وخبرنا ايضا في جريده اليوم السابع، مصر والسعوديه تواجهان ضربه جديده لاردوغان، تركيا تخسر مقعد في مجلس الامن، يعني انقره خسرت هذا المقعد داخل مجلس الامن القومي وفازت به اسبانيا. ماذا يعني ما هو تعليقك على هذا الخبر يا فندم؟ تفضل. لا يعني هو تعليق، هو هذا حصاد ما يفعله اردوغان، يعني هو اردوغان لو كان يعني يتبع سياسة إقليمية معتدلة ومحترمة وتحظى بتوافق شعوب المنطقة كان مؤكد ان هي هتبقى سند ليه في حكاية ان تركيا عايزة مقعد دائم في مجلس الامن. لكن اللي بيحصل ده حصاد لما يفعله، احنا يعني مش هنفكر ماذا يفعل اردوغان بالنسبه للمنطقه. يعني على هنا يا فندم مصر والسعوديه كدولتين عربيتان قويتان يعني بيمثلوا حائط صد ضد سياسه انقره. ده طبيعه الحال، يعني احنا بنشوف ان الاجنده التركيه لها مطامع ومطامح ولها يعني وسائل اختراقات، ولعل يعني الموقف من داعش موقف ملتبس جدا، ويعني كل المؤشرات بتقول ان ده تنظيم يعني بيوظف من قبل تركيا لصالح اغراضها الاقليميه. وبنشوف الموقف التركي بالنسبه لسوريا واصرار اردوغان على اسقاط نظام بشار، وفي نفس الوقت ايجاد منطقه عازله بالنسبه لسوريا، وهذا يعني ترجمه عمليه لحكايه تقسيم سوريا. هذا الموقف الذي يجب مواجهته بحسب من قبل الاطراف العربيه، لابد يعني ان هو يعني يترجم على الارض. ما خلاصه الامر ان خساره تركيا لمقعدها في مجلس الامن او طموحها لان يبقى لها مقعد في مجلس الامن هو ترجمه عمليه لما يفعله اردوغان في المنطقه. طيب يا فندم، حضرتك شايف ان ممكن تركيا بعد هذا التصدي المصري السعودي لها، هل ممكن تركيا في المستقبل او في الفتره القادمه ان هي تغير قليلا من سياستها؟ لا، انا لا اتوقع ان هي تغير من سياستها لاسباب. يعني احنا في صراع ما بين مشروعين، مشروع بيمثله اردوغان، وبالتالي هو حين يتخلى عن هذا المشروع هو يتخلى عن نفسه، يتخلى عن طموحه، وبالتالي طول ما اردوغان موجود، طول ما مشروعه قائم الطامح الى الخلافه الاسلاميه وان كل المنطقه دي تبقى تابعه للتاج التركي او التاج العثماني، بالتالي بقائه هو يمثل هذا المشروع. هذا المشروع يصطدم مع المصالح المصريه، مع المصالح السعوديه، مع المصالح السورية، مع المصالح العربيه بشكل عام. وبالتالي انا ارى ان الصراع ما بين المنطقه وتركيا ممثله في اردوغان سيطول الى امد بعيد طول ما اردوغان في السلطه. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهاتفيه استاذ سعيد الشحات مدير تحرير جريده اليوم السابع، شكرا لك مره اخرى. مشاهدينا، انتهت فقرتنا الاخباريه لهذه الحلقه، وقد استعرضنا معكم اهم العناوين التي تصدرت الصحف المصريه لهذا اليوم. بعد الفاصل فقره التقارير، ابقوا معنا.